أما هلا زينب حنرحب بضيفتنا لهالموضوع الدكتورة نسرين خازم، أخصائية بالأورام السرطانية وجراحتها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وشكرا كثير لكم للإضاءة على هيك موضوع مهم. بس للتنويه أنا لست جراحة، يعني ما اختصاصي مو جراحة الأورام تمام. وإنما معالجة الأورام، الكشف الأورام ومعالجتها. تمام، أهلا وسهلا فيكم. نعم، خلينا نبدأ لك عنا بما أنه اليوم الشهر الوردي. نحن طبعا نحن هلا في هو بيشهد يمكن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي عند المرأة، أهمية الكشف المبكر وأهداف هذا الشهر دكتورة؟ الأهمية الأساسية بتكمن أنه من مبدأ أنه نحن إذا كشفنا الورم ببدايته أو بمرحلة مبكرة قبل ما ينتشر هيدا الورم أو قبل ما يستشري وياخد وينتقل لأماكن تانية، وقتها بنكون قدرانين أنه نسيطر عليه بشكل كامل. وقتها بيكون مرض له مرحلة معينة منعالجه وبنقدر كمان انه نحن نسيطر عليه تماما وممكن نحصل شفاء تام. بينما السيدات يلي بيتاخروا او حتى الرجال يلي بيتاخر، لانه نحن بنعرف انه اورام الثدي بتصيب الرجال والنساء، يلي بيتاخروا بالفحص حقيقه هن يعني بتكون فرصتهم بالشفاء اكيد اقل. بالمراحل المبكرة بتوصل نسبة الشفاء ل 90% وأكثر، للأسف بالمراحل الأخيرة يعني بتصير نسبة الشفاء أقرب للصفر. أكيد. خلينا نحكي دكتورة عن العوامل المؤثرة بسرطان الثدي، شو هي؟ بتقصدي حضرتك العوامل المؤهبة لحدوث السرطان؟ أكيد. تمام، هلا في عنا مجموعة من العوامل، على رأس العوامل البيئية، العوامل الهرمونية. العوامل الهرمونية اللي بتعني إنه تعرض السيدة لنوع معين من الهرمونات يلي بزيد خطورة أورام الثدي، مثل مثلا السيدات اللي ما عندهم إنجاب، السيدات اللي بدأوا سن الطمس بمراحل مبكرة من الحياة ويعني عندهم دورات طمسية متكررة، السيدات يلي ما رضعوا. ما كتير فينا نقول إنه هذا الشيء مثبت ولا 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 مؤكد، هذا الشيء ما هي. وبنفس الوقت السيدات اللي تعرضوا لكميات كبيرة من هرمون الاستروجين سواء عن طريق الحبوب منع الحمل أو لأسباب أخرى، هدول السيدات من المؤهبات. العوامل الثانية هي العوامل العائلية. العوامل العائلية بنقصد إنه السيدة يلي عندها بعائلتها خاصة وراثة. من طرف الأم تماماً، من طرف الأم يعني الخالة، الجدة، بنات الخالة، الأخوات البنات يلي عندها هيك، فهي عندها خطورة أعلى للإصابة. هذا ما بيعني إن هي رح تنصاب أكيد، لكنها معرضة أكثر من غيرها للإصابة بلي. ومثل ما قلت العوامل البيئية واللي هي التلوث البيئي، طبيعة الحياة، مثلاً السيدات يلي ما بيمارسوا رياضة، يلي هن دائماً تحت ستريس شديد، هدول معرضين أكثر من غيره للإصابة بورم الثدي. نعم، يعني خلينا نحكي بما أنه حكينا هيك لمحة عن العوامل، أهمية النظام الغذائي أو العادات الغذائية الخاطئة اللي ممكن تسبب بأورام. نحن دائما نسمع نقول لا تشربوا سخن ببلاستيك، لا تعملوا كذا بكذا، تماما. فخلينا نحكي عنها كمان، هل بتأثر؟ بالحقيقة الستايل الحياة نسميه أو طبيعة الحياة اللي عم نعيشها كتير بتأثر بتطور الورم والهيك. هذا الشيء مو بكل الأورام، لأنه بنشوف نحن أنه الأطفال ممكن ينصابوا بالأورام. بس خلينا نحكي شوي، نركز عن موضوعنا اللي هو ورم الثدي. أول شيء المناعة الإنسان كل ما كانت أقوى كل ما قدر يقاوم السرطان بطريقة أفضل. هلأ معظم المعالجات الحديثة عم تتجه لأنه تعدل مناعة الجسم وتصير مناعة الجسم أفضل وتخلي الجسم نفسه هو يهاجم السرطان. هلأ هي موديلات الأدوية الجديدة أو الأدوية المناعية تماما، المعالجات الجديدة. هلأ كيف نحن بنقوي مناعتنا؟ اكيد الاكل له دور كثير كبير. نبعد عن الاكلات الجاهزه، نحاول نعتمد على الخضار والفواكه خاصه بموسمه واللي مو متعرضه لمبيدات كثير كيماويه. نحاول انه نحن ناكل الشيء الصحي والغذائي، القمح بقشره مثلا، البذور يلي هي كثير معروف انها بتقوي المناعه. هيدي المرحله لسه ما قبل السرطان. هلا كثير
بنسمع بما انه حكينا عن هذا الموضوع انه بتجي المريضه وبتقلنا انه السكر بقوي السرطان، ما فينا نقول هيدا الشيء، السكر نحن بحاجته تماما، هي عمليه استقلابيه جدا معقده، ما فيني اقول انه انا اذا اكلت هلا سكر معناتها انا رح اشفى من السرطان، رح اتعب اكثر من السرطان او السرطان رح يستشفي، حقيقه هذا الشيء ما انه دقيق علميا، له كثير تفرعات وتشعبات والموضوع يطول الحديث عنه، بس مو هي هي ولا انه اغلب مرضى السرطان ما بياكلوا حلو تماما. هلا انا على الحلو. يعني من فتره راجعتني مريضه ما بتاكل سكر بكل اشكاله، ومنه حتى النشويات اللي هي مصادر السكر، قاطع البروتين بكل اشكاله، بتفاجئ انه المريضه يعني وصلت لعندي بحاله عن جد يرثى لها، والسبب هو الحميه الغذائيه غير المدروسه يلي اتبعتها المريضه من وراء وسائل التواصل الاجتماعي اللي ممكن تكون نقلا عن نقلا بدون صحيح. ما تكون دقيقه للاسف. اكيد دكتوره، بما انه حكينا عن العوامل خلينا نحكي عن العامل النفسي، قد ايه بياثر سواء كانت المريضه عرفت انه هلا من جديد انه هي مصابه بسرطان الثدي، قد ايه بياثر هذا الشيء بانه تنشف المريضه او بشكل عكسي يعني بينقلب عليها الموضوع؟ هلا الشيء المثبت تماما انه النفسيه الجيده والاراده الجيده واللي هو شيء مقوي للمناعه حقيقه، تمام. يعني نحن بنقدر انه نقوي مناعتنا لما بتكون نفسيتنا جيده. ما فينا نقول للمريضه ابدا انه ما تزعلي او ما تتضايقي او ما تخافي، هي رده فعل الانسان الطبيعي لما بيسمع بشيء كان اسمه بالمستقبل هداك المرض، تمام. بيعرف انه هذا المرض قاتل، هذا المرض يعني خلص انا بلشت النهايه عندي، وقتها بتحلى الحياه اكثر واكثر. حقيقه هذا الشيء مانو صح. الشيء يلي دائما لازم نتذكره انه سرطان بشكل عام والسرطان الثدي بالذات خصوصا لما بنكشفه بمرحله مبكره هو سرطان، هو مرض قابل للشفاء. لما بقول مرض قابل للشفاء انا دائما بقول لهم لمريضاتي انه هيدا المرض مؤقت، مثلا السكري هو شيء دائم معنا، الضغط هو شيء دائم، بينما السرطان اذا قدرنا نعالجه بالشكل الصح واذا كشفناه بمرحله مبكره بسرطان الثدي بالذات فانا بقدر اني اتغلب عليه وبترجع المريضه لحياتها، وصدقيني بترجع بتعيشها بطريقه احلى. طبعا. لانه انت وصلتي يعني وصلتي لمرحله من الخوف والتوتر والرعب انه انا صار معي سرطان يعني رح موت، لا هي الفكره لازم دائما نشيلها من بالنا، وهي اللي لازم دائما نحن كاطباء وكمحيط بالمرضى انه نحن نشتغل عليه. المريضه السرطان خصوصا سرطان الثدي هي مريضه مو مويتة باللهجة العامية، لا هي مريضة عندها مرحلة صعبة، هي مرحلة العلاج، مرحلة هي ممكن يصير عندها رد نفسي، بس هذا الرد لازم يكون مؤقت ولازم نشتغل على الموضوع انه يتلاشى بشكل كتير سريع. نعم دكتورة، يعني مثل ما قلنا سرطان الثدي هو سرطان يعني او مرض خلينا نقول بمس جزء مهم من جسد المرأة، يوم قدي لازم نسلح مريضة السرطان لما تكتشف يمكن مرضة بالقوة والصبر حتى تقدر تكفي رحلة العلاج اللي ممكن تشرحوا له انه فيها كيماوي، فيها اكثر من علاج ممكن يأثر على شعرها، على شكلها، على وزنها، فهذا الشيء كيف اليوم بتسلحوها قبل ما تبدا رحله العلاج؟ مثل ما قلت لك قبل شوي زينب انه المشكله هي يعني الصدمه، الصدمه هي يلي بتكون اقسى شيء واول هلا بتشرحي له انه صار مرض عادي ممكن يشفى منه. كثير بدك تحكي بهذا الموضوع وتكرري الفكره دائما، لانه كثير ايام بتحسي المريضه يعني هيك مثل صفنت، ما عاد عم تركز معك، انه خلص يعني شارده بشيء هو الشيء السيء السوداويه يلي بتعيشها المريضه. وبرجع بقول لك بعلم النفس هذا رده فعل الانسان الطبيعي لهذا الموضوع، نحن بدنا نشتغل على موضوع انه هي الرده الفعل ما تستمر لفترات كتير طويلة، تمام. لازم تعطيها الإيجابيات من الموضوع انه انت رح تشفي ان شاء الله، انت هلأ صار في خصوصا يعني عن طريق المراكز الحكومية للأورام، المراكز الوطنية للأورام صار في أنواع كتير جديدة من المعالجات يلي هي بتضمن بنسبة كتير أعلى شفاء. العلاج ما بقى بس كيماوي، صار في معالجات مناعية، معالجات هدفية. ممكن إذا أنت كمان، أنا دائما بشجعهم خصوصا بشتغل على موضوع الأخوات، يعني لما بتجيني مريضة وصبية صغيرة لساتها بالعمر أخواتها وأمها هيك بقول لهم دائما أنه أنت لازم
كثير تكونوا حريصين انه تكشفوا مرضكم اذا صار تطور عندكم بمرحله مبكره، لانه هلا صار في معالجات ممكن ما تحتاج العلاج الكيماوي. ما دخل العمر بالفحص المبكر ولا في عمر معين؟ هلا القاعده الاساسيه هي بين يعني فوق ال 40، وفي دراسات ثانيه بتقول فوق ال 45 لازم يكون الفحص بشكل دوري ذاتي، ومثل ما بنقول بالعاميه على صحه سلامه، يعني هي المريضه لو ما عندها اي شيء، لو ما عندها اي عامل خطوره، هي لازم تنفحص بشكل سنوي بشكل اساسي. هلا بقى بتجي الحالات الخاصه، المريضه اللي عندها اصابات عائليه يلي عندها، هدول بنحسب حسابنا انه 10 سنين قبل اصابه اصغر مريضه. يعني انا اذا اختي مثلا بالعائله او بنت خالتي مصابه بعمر 40، انا لازم احسب حسابي انه قبل بعشر سنوات لازم بلش فحص، وهذا الفحص بده يكون على محمل الجد، يعني مو انه بشكل انا صورت بعد 4-5 سنين ليرجع اختار لي صور، لا لازم اخذه كثير بجديه ولازم صور بشكل هي. الفحص عده انواع، اكيد انتم وضيوفكم بشكل يومي عم تحكوا عنه بشكل هي، بس رح احكي عنه بعجاله. الفحص بنبلش بالفحص الذاتي واللي هي المريضه لازم تبلش فيه بعمر مبكر. كثير نحن بننصح بعد كل دوره انه السيده تفحص نفسها بعد بشكل شهري، حست باي تبدل من علامات تبدلات اللي بتصير بالثدي، اي تبدل. خلينا نبسط الامور، السيده لما بتحس الثدي في صار ثدي غير طبيعي باي طريقه شو ما كانت، مو ضروري يصير كتله، مو ضروري يصير هي، اي شكوى بالثدي عن جد خليها تراجع طبيب الجراحه، طبيب الاورام، تراجع مراكز الاورام التخصصيه يلي هي كثير بتساعدها على انه تتجاوز هي المرحله. اذا هو الفحص الذاتي، المرحله اللي بعدها هي الفحص عن طبيب اخصائي، المرحله اللي بعدها هي الايكو اللي طبيب الاخصائي بيطلب لك الايكو او المامو حسب عمر المريضه وحسب الحاله اللي شايفها هو. اكيد مثل ما حكيتي دكتورة بوسائل التواصل الاجتماعي كثير من السيدات عم ينصحوا بعض بأغذية معينة ونظام غذائي معين، خلينا نحكي نحن عن أبرز الأخطاء الشائعة بهذا الموضوع. والشيء الثاني كمان نحكي كثير من العلاجات الدوائية عم نسمع فيها بوسائل التواصل الاجتماعي، مثلا لعلاج سرطان الثدي مثلا لازم تاكل العسل مثلا، وشيء ثاني، شو رأيك بالعلاج بالأعشاب الطبيعية برأيك دكتورة؟ هلا سألتيني سؤال صعب أنا ما بقدر جاوبك عليه بصراحة بدقة، أنا كثير بنسأله كمان بالعيادة، دكتورة شو آكل وشو ما آكل؟ نحن بعد المعالجة أثناء المعالجة الكيماوية بتتعرض المريضة لشيء اسمه التهاب بالمخاطيات نتيجة العلاج بحد ذاته كتأثير جانبي، دائما نمنعها عن الاغذيه الثقيله، يعني مثلا بلا حاولي تبعدي كثير عن الدسم، الاكل الحاد، البقوليات يلي ممكن تسبب لك نفخه وتزيد الاعراض الهضميه اللي عندك، هي القاعده الاساسيه. بينما موضوع العسل، حبه البركه، ما بعرف شو نبته القشطه، هي الامور حقيقه ما في شيء مثبت. اكيد العسل على المدى الطويل بقوي المناعه، بس يا ترى هو يعني في احدى زميلاتنا متخصصه بالاورام كمان اعطت مره محاضره انه كيف عن جد بعض المركبات الطبيعيه كيف عم تعاكس المعالجه الكيماويه، هي صحيح عم تخفف اثارها الجانبيه بس مقابل كمان عم تخفف من اثارها، تمام، يعني عم تخفف من تاثيرها ضد الورم. وبالتالي دائما لازم نسال الطبيب المختص، كل مريض له حميته الخاصه، مريض السكري كثير في مرضى سكري بصير معهم ورم، مريض اللي عنده ضغط، المريض اللي هي انا يعني جملتي البسيطه اللي دائما بكررها بقول له المريض حميتك مو بتاخذها من الانترنت، حميتك اللي بتناقش فيها انا وياك واطبائك الثانيين يلي هن المسؤولين عن صحتك بشكل كامل، كل مريض له حميته الخاصه، الادويه الاغذيه يلي بتزيد المناعه لها دور كثير اساسي قبل مرحله السرطان، يعني هي خليها تكون اساسيه بستايل حياتنا نحن، مو لما ننصاب بالسرطان لا انا اذا اكلت عسل يوميا يعني خلص رح اشفى، اذا دقيت حبه البركه مع بذر الكتان مع كذا لازم اشفى، لا ممكن تساعدني شوي بس الافضل انه هي تكون ستايل الحياه الدائم خصوصا قبل مرحله الاصابه بالورم. نعم، اذا بتختلف يمكن رحله العلاج بين امراه واخرى، تمام، حسب الحاله والتشخيص ومناعه الجسم ايضا، تمام، كل طبيب تماما ما بيلخص، تماما يعني زينب الحقيقة السرطان مرض شخصي كتير، يعني إذا حطيت مريضتين جنب بعض كل واحدة بنفس العمر بنفس المواصفات نفس الأمراض المرافقة وعندهم نفس الورم وبنفس المرحلة، الورم بيسلك سلوكين مختلفين،
لانه ممكن تكون مناعه المريضه الاولانيه غير مناعه الثانيه، ممكن الظروف أكيد. المحيطه، ممكن ارادتها، ممكن نفسيتها تكون مختلفه تماما عن الظروف الثانيه. السرطان مرض شخصي، اذا صار عند رفيقتي سرطان مو يعني انه انا رح يسلك عندي نفس السلوك ابدا. اذا رفيقتي تعالجت بالمعالجه الكيماويه والشعاعيه بجوز انا اتعالج بس الهرموني تمام. كل هي، وهذا يعني هو علم قائم بحد ذاته، هو علم الاورام، مشان هيك الشهاده اسمها شهاده علم الاورام، قسم اسمه قسم علم الاورام. فهو هو شيء كثير بسيط بس بنفس الوقت هو شيء كثير شخصي. نعم. ما تاخذ بعين الاعتبار جاري شو تعالج تجربة. والفلانه اللي على الفيسبوك بالجروب الفلاني شو اخذت، والنصائح اللي بتبادلوها احيانا بشكل مغلوط. أكيد. ما بدي اقول دائما لانه احيانا بعض النصائح عن جد بتكون جيده. خلينا نحكي بالختام نصيحه لكل السيدات انه يلي بده يروح على المراكز الفحص، نحن من ضمن صوتنا لصوتك بنقول لازم كلكم روحوا على المراكز والجأوا للفحص المبكر. انا دائم بس عندي تعليق بسيط انه ما بدي اقول لكل السيدات، اول شيء كل السيدات عن جد لازم يعالجوا خصوصا بعد عمر الأربعين، لازم من كل بد تراجعي اقرب مركز صحي. المراكز مو بس اثناء الحمله، مراكز جد مجاني وجزء شبه مجاني، مراكز الحكومية بقصد أو المراكز الوطنية للأورام، الجزء مجاني وجزء تاني غير مجاني. نعم. وبالتالي نحن معنا كل السنة ممكن نحن نراجع. نعم. كتير بشجع، الفحص غير مؤلم مثل ما بنسمع، الفحص كتير بسيط مدته ما بتتجاوز الدقيقة أو حتى أقل من هيك، بس هو كتير مهم لتحمي حالك وعائلتك. تماماً. شكرا لك، مهم شكرا جداً لوجودك معنا، شكرا لنصائحك القيمة. أهلا وسهلا فيك. نتمنى لكل النساء يعني الصحة والسلامة، ودائما بظن أنه صار زادت نسبة الوعي عند أغلب الصبايا والنساء، خلينا نقول والرجال مذكر تماما والرجال كمان. نتمنى الصحة والسلامة، بدنا نتشكرك كمان، نتمنى لك الصحة والسلامة. شكرا إليك كمان. شكرا كثير ألفا، شكرا.